غالي نتاع العماية هكاك. غالي عليك ولا؟ غالي شوية ولد عمي، المرقاز غالي واللحم غالي وما عادش خالتين عليه. خذيت اللحم أنت اليوم ولا؟ لا ما خذيتش اللحم. علاش؟ ما خذيتش جملة، أنا حتى في رمضان ما خذيتوش اللحم مش غير توا. غالي اللحم، إيش يعطيك طرف يعطيولك شحم. تاخذ الشحم بالفلوس تولي تبطل. باش تنحي شهوتك تاخذ شوية بيه يعطيولك كل شحم. يعني اللحم اليوم حتى من حتى في فترة رمضان محرومة منه، لا كليته ولا شيء؟ منه من رمضان محرومين منه، جيت تاخذ طرف يقول لك 30 تاخذ طل يحطوا لك شحم. ساعات تخليه له تمشي ترجعوا له، ساعات تهزوا تولي تهزوا تقول باش نعمل وكا هاو. فات منك خذيت خذيت. هكا هاو، هاي السلامة. غالية العيشة؟ غالية فوق من الغالي، العباد هاي ولت ما عادش خالطة اللي يمشي يلبس. ما يلقى ما ياكل، بالمشي ياكل ما يلقى ما يلبس. واحد صغار وما عاش معايشهم بصراحة، صغار وما عاش لاقي لهم باش يعيش. اللي يقرا وين واحد في القراية يبطل من القراية، يقعد شاد الحيط، لا خدمة لا قدمة لا حتى شيء. واللي قاعد في الدار هانو قاعد. ناقصة برشا خدمة. الخدمة والسلعة غالية، والقبال ما ثماش. فهمت يجيك مرة تقول لك اعطيني ب 2000 فرنك اللحم، 5000 اللحم، بالربي باش تعمل. نقعد قاعد من بيع لها هكا ندخل اخير من بلاش ندخلوا حتى حق الضو وحق الماء وحق الكراء الناس كلها هكاك. قديش امثال الاسواق من اللحم؟ اللحم اللحم تاع تونس اهو لحم معجول اغزل 29 دينار لحم محلي. هذا الهبره؟ هي الهبره. وثم اللحم بالعظم عليها اقل ب 21. علوش هذا ولا بقري؟ هذا بقري عجول 29 دينار مش غالي؟ لا مش غالي بالنسبة للمارشي سنترال هنا، ماهوش غالي. لقيت اللحم هذا برا ب 32000. تخرج برا تلقاها ب 32 دينار. هم عجل زبدة. فهمتني خويا الغالي؟ إن شاء الله ربي يجيب لنا الخصم. بعت اللحم العجول أنت؟ عجول وبقى علوش. قداش العلوش؟ 29 نفس السوم. نفس السوم. المحلي ديما 29 28 و500 30 انت والشرية فهمت. ساعة تشري الحمل تشري شرية تاعك الحمل 30000. قداش باش تحطوا انت؟ باش تحطوا ب 31 و 32 كيف نخدم؟ ساعة تيح الحمل ب 27 نحطوا واحد ب 28 29 انت والشرية. زين هذا قداش باش تبيع له؟ 8000 الحمل. ها الناس ما عندهاش 8000 شي يجيبوا؟ هذه 9000 فرنك تعرف اللحم هذه 9000 فرنك. طيب كي نجي نبيعها نحشم من كل يوم. خويا هاكم سعيد لاباس سيدي عايش. اللحم مش عندي 300 جرام والله. هذه جاتك ب 9000 فرنك؟ اي قلت له اعطيني ب 8000 جاتك ب 9000. اي نزيدوا دينار على 8000. اخوها ما تقولوش نقص لي منها شوي. نقص لي منها؟ شنو نقص لي منها؟ تنتوفه شادي ما ينقص منها. ها بالمئة جرام مش باللحم اللي مشيت تبيع للزوالي تو. 100 جرام ب 3000 هكا ولا؟ وقت يبدا يخلص 10000 في النار قداش يجي يقدر؟ يقدر على 100 جرام يوكلها كل واحد 20 جرام، عنده خمسه في العائله كل واحد 20 جرام باهي هكا. 7400 ناخذ 7000. 250 جرام؟ اي 7400 ناخذ عليه 7000 برك. الناس ما عندي وافي وافي مشي تبيع هكا ب 200 جرام ب 250 جرام هكا وصلت هكا؟ ايه سنة هكا سنة تجيك تقول لك عطيني ب 2000 فرنك لحم مفروم اقل حتى من 100 جرام. شو نعمل؟ خير من بلاش. خير من واحد قاعد خويا حانته مسكرة. انت حانته هذه بمليون في الشهر كذا مش نلمهم خويا وزوز صلي عينه وهذا وقاتل معلم. خير من بلاش. حصل الاوضاع شنو اللي يصير؟ نحصل الاوضاع ما فماش حل، حلول الحل عند المواطن. المشكلة نتاع الغلاء الفلاح هو المتسبب فيه ولا شكون؟ شكون اللي يتحمل المسؤولية في غلاء؟ الفلاح القشار؟ الكل كلنا نتحمل المسؤولية مش الفلاح وحده زاد. حرام الفلاح زاد ما عنده زاد ربي يعلم به عنده أدايات وعنده خدامته وعنده علفة كل ما شيء. برشا يقولوا القشارة هما السبب. الوسيط الوسيط هو اللي حتى بسبب عليه ب 100 فرنك. الناس ما عندهاش.
بالنسبة للإقبال مش كما قبل، نقصت برشا إقبال كبير بحكم الظروف اللي صارت، الوضع اللي صار في البلاد، عزف الناس الكل على الطاقة الشرائية. هذا واحد. اثنين، زاد الحم غلا شوية، جات في البريود نتاع الفيروس غلا الحم شوية، ما بتعرف ظرف معناها صعيب استثنائي، وتقل السلعة ما عادش فما ذبيحات برشا، فهمني، والحم غلا شوية. توا الوقت الحاضر رجعنا نحن الحمد لله، الحمد لله يا ربي، معناها رجعنا لوضعنا العادي، فهمني، بدينا نرجعوا تدريجيا، بدات الأسعار تنقص. توا الحم في السوق رخص، اللي يحكيوا عليه يقولوا السوق المركزية غالي غالي، ما غالي ما هوش غالي خويا، يكذبوا العباد. نحن عندنا مراقبة اقتصادية تشرف علينا كل يوم، عندنا مراقبة صحية تشرف علينا كل يوم، معناها الأسعار والأسوام اللي يحكيوا عليها العباد يتأول فيها راي ما فماش منها في متناول الجميع، فهمني. والحمد لله معناها كل شيء متوفر في السوق، هاك مش تدخل السوق انت وتشوف، وهاك مش معناها تشوف الاسعار وتشوف معناها شنو فما ما فماش. بقينا حاجه بركه بقينا فيها هي الاقبال نقص برشا، معناها هاك تشوف توا انت توا كيما توا 11 تاع الصباح شوف السوق كيفاش فارغ، معناها ما عادش فما اقبال قوي كيما قبل، الناس كل خايفه، الناس الكل معناها ما عادش عندها معناها باش تشري، اللي عندهم حطوه معناها في الظرف نتاع الحجر الصحي. الحمد لله ان شاء الله قدره ربي من هنا الايام القادمه نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، وان شاء الله ما فما كان الخير قدره ربي بحول الله. نبيعوا في لحم الخيول، فهمني، لحم الخيول الناس الكل تاخذوا ذيل، ذيل لحم نتاع الزوالي بلغتنا نحن، فهمني، ناخذ تاخذ فيه العباد اللي ما يقدرش باش يشيل كيلو بقري 29 دينار وب 32 دينار يجي يشري لك الحم الحصان، والحصان فيه برشا منافع، معناها الحصان هذا فيه برشا منافع للعباد، للي ناقص دم، للمريض، للمراه الحامل، فهمني، للاولاد الصغار، للي يترناو، معناها الحم في متناول الجميع، فما اللي يشري بنص رطل، فما اللي يشري بالكيلو، كل واحد كيفاش. قداش الكيلو السلامي يا خيو؟ 12000 12 دينار كيلو سلامي. بالنسبه للمرقيس؟ المرقيس 9000. مرقيس خيول 100%. 100% نخدموا فيه نظيف، ما نحطوه في حتى شيء زايد. بالطبيعه نحن نخدموا فيه، بالطبيعه نحن معروفين، هذا حانوت عندها 50 سنه في السوق. ابا عن جدنا، فهمني؟ احنا معروفين عندنا اسمنا ومعروفين بسمعتنا، لاباس الحمد لله. مرحبا. الله يعيشك. غادينا نحكيو على اللحوم الحمراء وما تبعها. في فترة بعد العيد نعرفوا التونسي اليوم تعدى بعديد الفترات الصعبة، رمضان، فيروس كورونا، العيد، يعني مازال فما قبيل اليوم مازال يشري في الحم، نعرفوا الأسوام وشبه مرتفعة، مازال يشريوا، مازال الناس زوالي تشوف شوي بشوي. أنا سبيساليتي في السقط، الهرقمة والكرشة والهراقم والروز، فهمت، هذاك ما نخدمش الحم، فهمت شنو، والزوالي هذاك شي حب كيلو الحم 27 30 ألف يقدرش ياخذ تاي الهرقمة 5000 فرنك، تاي فطور وعشاء 9000 في الراس، 9000 علوش، اي علوش علوش، اي انا معروف السوق اللي كان بيع كان علوش وبقر، الهرقمه علوش ب 10000، الهرقمه بقري ب 7000 كيلو، جلده ب 7000 بقري، بقري بقري بعبوس ب 12 دينار، عجول تري زبده، ساق بقري ب 12000، كرشه بقري ب 3000، كرشه علوش ب 5000، الكرشه البقري هذه بقري ب 12 دينار، هذه قديش؟ 4000 4000 والعلوش 5000، هذه العلوش هاي، هذيك علوش 5000، وهذيك اللي بيت تحب كان كيك حبوش قلت شان بيك، والحم 27000 28000، ياخذ كيلو مثلا كرشه ب 4000 يعمل ملوخيه فطور وعشاء، واحد الشعب التونسي يحب تمخميخ، يحب الهرقمة، يحب الكرشه، يحب شنو، وفي الليل تقاوم يسروا يقول لك ماشي فلان باش نعمل ساعه في الهرقمة، باش نعمل ساعه في البلاد، هذيك اللي بيت تو تخدم كان على الكرش عبيت، ما عندها لا تفضل الفلوس عاد شيء، يجي الشهر 8 10 في الشهر تلقاه يفلس مسكين، يجي يقول لي كردي لي طال الهرقمه، نقول له برا ما يسالش، انسان مخلصين يعطيه نعطيه. يعني التونسي اليوم مع كرشه ما يعرف حتى شيء. بعد كلش ما يعرف حتى شيء. التونسي يعطيه الجو والضحك ويعطيه كرشه، يقول لك خلي تاكل بعضها يشمني فيها. هذا كيف التونسي. والكورونا هذا شهرين هي وقف الدنيا شوي. وشهر لاباس، بلادنا لاباس، ربي يحفظها بلادنا. بشوي بشوي تترجع كل شيء بحول الله.